مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم طريقة عمل شوربة الدجاج. نبدأ في تقطيع بصلة مكعبات، ثم توضع البصلة في قدر الطهي وتقلى مع الزيت. عندما تبدأ البصلة بالإحمرار، نضع ملعقة طعام دقيق. تقلب المقادير، ثم تضاف 5 ملاعق طعام شعيرية. ثم نضع 1/2 كوب فطر مقطع. ونضيف 4 أكواب ماء. ونضع مكعبين مرق الدجاج. ثم نضع ملعقة صغيرة فلفل أسود. وتترك حتى تنضج. وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.